النظام بحذافيره ونمنع التجول حفاظا على صحة المواطن، وبالمقابل هناك يد حانية من قبل ولاة الأمر حفظهم الله. القوات الخاصة لأمن الطرق تستمر بتنفيذ الأنظمة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد المتعلقة بالمدن التي منع الدخول والخروج منها فضلا عن منع التجول. القوات الخاصة لأمن الطرق ومن خلال المداخل يوجد لدينا عدد 39 مركز ضبط أمني موجودة على مناطق المملكة، إضافة إلى المراكز الضبط الأمني التي تم استحداثها أثناء هذه الأزمة. نقوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومن خلال هذه المراكز، أولا تطبيق النظام منع الدخول والخروج إلا لمن تم استثناءهم بموجب تصاريح رسمية صادرة من الجهات المختصة، كذلك يتم تطبيق النظام بحق المخالفين، التسهيل ويقابله تطبيق النظام، يعني هناك معادل ولله الحمد. تعمل القوات الخاصة لأمن الطرق لتطبيق مفهوم الأمن الشامل على الطرق الخارجية التي تربط مناطق ومحافظات المملكة بعضها ببعض وفقا لأربعة محاور تتمثل في السلامة المرورية والحد من الجريمة ومكافحة المخدرات والخدمات الإنسانية وتطبيق النظام العام. عمليات يعطيك العافية، سجل عندك الحالة 21 فقرة جيم. الآن بعد الشدادية باتجاه الله. بفضل الله سبحانه وتعالى هناك التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلد لأوامر حكومتنا الرشيدة، وهذا كله يصب في مصالحهم وعندهم قناعة تامة. هناك بعض المخالفين يتم تحرير المخالفات في حقهم، ولكن أطمن الجميع أن لا يوجد هناك الحقيقة مخالفات بشكل متعمد أو مخالفات كثيرة. الضبط والربط موجود من قبل الجهات الأمنية ويقابله التزام المواطنين في التعليمات الصادرة، لأن الكل يعلم أنها تصب في مصالحهم. صحة الإنسان وسلامته شعار ترفعه القوات الخاصة لأمن الطرق من خلال الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وإبراز الهدف الأسمى، وهو حرص قيادة المملكة على صحة الإنسان وسلامته، إضافة إلى تطبيق العقوبات على المخالفين للأنظمة. حمد بن حسين، الإخبارية، الرياض.